سألت الكون عن أفق جميل تهيم العين، سألت الكون عن أفق جميل تهيم العين في معجزاتي. رح نحكي عن بلد اسمها أرمناز، قديمة قدم التاريخ. بتشتغل هاي البلد بصناعة الزجاج. صناعة الزجاج بالنسبة لهاي البلد يعني تعتبر هي أساس هاي المهن اللي موجودة في البلد. ليش؟ لأنه البلد متوفر فيها الرمل اللي يستخلص منه الزجاج طبيعته، اللي بنسميه بالعامية الإزاز. فقديما كانوا يجيبوا هالرمل من أطراف الوديان من السيول، تتكوم هالرمال هي، يروح يصولوها ويغربلوها وكذا ويجيبوها على المحل ما بدهم يصنعوا. وطبعا التصنيع يكون عملية انه مثلا يروحوا يقطعوا من الجبل بلوك او يصبوا طين ويفخروا حتى يعملوا بلوك او ارميد نسميه اجر ناري، بيعمروا فيه الفرن. قديما كانوا يقولوا له جاء يعمروا ويصبوا فيها الرمال هاي بعد للتنقية اللي يعملوا له المصاول وكذا ويشتغلوها. طبعا كانوا يشتغلوا بالنسبة للعملية الحرق للفرن هذا عملية على الحطب قديما، يعني بتكون الزيز يعني ما راح ياخذ معه السيل. هذه الامكانيات المتوفره عندهم. بنفس الوقت كانوا يطالعوا يعني امكانيات ان كانت كويسه كثير ويطالعوا قطع كثير حلوه فبالوقت الحالي يعني نحن الحال الموجود نحن فيه عم نشتغل في هاي المهنه. يعني لا عم نشتغل في المهنه هاي لان يعني قديمه، اولا بنحبها لان هي تراث بلدنا هاي بالنتيجه يعني. وما في بيت في أرمناز الا بيلتقى فيه شخص او شخصين، او اذا ما كانت العائله كامله بتشتغل في هالمهنه، فبتتورث من الاباء للاجداد لكذا هالمهنه. فبيكون في حب عند الشخص او عند العامل عند الفني الحرفي اللي عم يشتغل فيها، في حب لهي المهنه، اولا لانه مكتسبه تراث عن بلده وعن اهله، وثانيا لان فيها فن يعني، خصوصا صناعه الزجاج الحرفي او اللي نحن بنسميه التحف او الشرقيات اللي عم نشتغلها حاليا الموجوده ورانا. اتسالني جمالا الا تلقى النعيم في حماه وارمناز يا ليلى ليلى. فالصعوبات بالنسبة للمهنة اللي عم مهنة الزجاج تحديدا اللي عم تواجهنا حاليا، تواجه المهنة يعني، هي عدم توفر المواد اللازمة للمهنة كمواد المحروقات يعني بالنسبة للفيول، بالنسبة للمازوت، يعني كغلاء. غير ذلك بالنسبة للمواصلات، بالنسبة للشحن يعني، وقت بدك تبعت بضاعتك انت للتاجر المستهلك تبعك عم بتكون الكلفة زائدة كتير. فهون عم بيأثر على المهنة بحيث انه المستهلك او التاجر اللي عم يطلب منك كميات، مثلا كان يطلب كمية معينة فعم بيقلص الكمية تبعه حاليا، فعم بتأثر عدم استمرارية المعمل اللي عم يشتغل او المهنة، ما عم نقدر نستمر في العمل فيها المهنة. عم نشتغل فترات معينة طلبيات بسيطة صغيرة وبنرجع منطفي لتتجمع عنا طلبيات. فهي يعني هي الصعوبات حاليا عم تواجهنا بالنسبة لهي المهنة. ومع ذلك رغم الصعوبات اللي عم نعاني منها نحن كحرفيين في هالمهنة وكل العالم تعاني منها الحرفة بشكل عام، يعني ما فينا نتخلى عن المهنة ولا فينا نعيفة او نبطل نشتغل فيها لأسباب كثيرة. بس اهم الاسباب هي انه هي مهنة تراثية بالنسبة لبلدنا، واذا ما نعيفة نحن في الوقت الحالي فالاجيال اللي بعدنا ما راح تشوفها، فالمهنة بدها تندثر. فنحن عم نحاول تو محافظين عليها، واكيد ان شاء الله ما راح نعيفها بحيث انه تتم هالمهنة موجودة في هالبلد وتتوارث لابنائنا وللأجيال القادمة كلها، لأبنائنا وأبنائنا، وإن شاء الله ما راح نعيفها ولا راح تندثر المهنة.